الآن وحصريا استديوهات أهم سطح ما جهب انت النشام صوت جيفاني قصائد شعرية حسب الطلب مواليد مثل تخرج مدح تراحيب تقاعد تقديم ترقية نقل وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال مسفر 05-05-07-737 أو من خارج المملكة وتوقيت جوال 00-9-665-05-87-687 ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات إحاب لبنت النشام صف جيفان من صادق الكاتب الحان يهديها باسمه من مسفر عن يام النبع وجداني هذه حروف لمن بالماسي عليها بالغالية شامعها نشانها شاني بنت الحسب والنسب يا حي طانيها رسالها الطيب والمعروف عنواني بطيبها والسلامة من يداريها سراج من اللؤلؤ ومرجاني وصالها من حسب فلا يحب فيها بنت الغالي المعتني عن كل جراني تفخر بطيبة تبوها طيبها ليها تفرح بجيات حفيدتها وتزداني اللي عطتها اسمها والاسم يزيها واليوم ميلادي شمعة نورها ضامي تميت الجدها للحين نغنيها مبروك لك يا الغالي يا دار بالايمان بساية الكرب شمعة يا هلا فيها بطاحتك بالحياة وقوة عيالي بعيونكم ربي يحفظها ويخليها والامن تفرح بجيتها وتزداني جعل الفرح صالها والسعد يكسيها الله عسى فرحكم في كل الأحيان وديارتكم عامرة والفرح يوشيها لحفل بنت النشام صف جيفاني من صادق الكاتبة للحان يهديها باسمه من مستر عن يام النبع والثاني هذه حروف لمن بالماشي عليها للغالية شامعها نشانها شاني بنت الحسب والنسب يا حي طاريها رسالها الطيب والمعروف عنواني بطيبها والكرامة من يداريها دراج من اللؤلؤ ومرجاني وصالها من حسب هلا يحب فيها بنت الغالي المعتري عن كل اجراني تفخر بطيبة تبوها طيبها ليها تفرح بجيات حفيدتها وتزداني اللي عطتها اسمها والحسن يزيها واليوم ميلادي شمعة نورها ضامي تميت الجدها للحين نغنيها مبروك لك يا الغالي يا دار بالايمان بجاية الجمرة شمعة يا هلا فيها بفرحتك بالحياة وقرة عيالي بعيونكم ربي يحفظها ويخليها والامن تفرح بجيتها وتزداني جعل الفرح بالها والسعد يكسيها يالله عسى فرحكم في كل الاحيان ودياركم عامرة والفرح يوشيها جوال 00-9-665-055-87